ما إن ينتهي أهالي الغوطة الشرقية من تأدية صلاة التراويح حتى تجدهم وفودا منتشرة في الأرض، جميعهم يمارسون طقوسهم الرمضانية، منهم من يحيي تقاليد وعادات أجداده من خلال التوجه إلى الأسواق لشراء حاجياتهم، فيما تتوجه بعض العائلات إلى محال الحلويات والبوظة. أما شبان الغوطة فيفضلون الاجتماع في الحارات والشوارع في تجمعات تستمر طيلة شهر رمضان، فالحرب والحصار وقذائف النظام لن تمنعهم من ممارسة عاداتهم في شهر رمضان على حد وصفهم. يعني هو العادات والتقاليد تبعتنا ما تغيرت ولا أثر عليها بشيء، لا أجواء حرب ولا أجواء شيء. يعني بعد صلاة التراويح بنطلع بنجتمع برفقاتنا بنحكي بشي سيرة، وإذا ما عندنا شيء يعني بنزور أهالينا وبناخذ أهالينا كمان هون على بياعين الحلو أو بياعين البوظة. واخر ايام رمضان باجواء العيد ناخذ اهلنا بنشتري، والحمد لله رب العالمين. يعني الحرب ما اثر علينا ولا 1%، ولساتنا بالغوطه الشرقيه عاداتنا وتقاليدنا متمسكين فيها. هنا اجواء رمضانيه بنكهه الرياضيه، حيث يجتمع يوميا عدد من الشبان في هذا المكان لمتابعه بطوله كاس الامم الاوروبيه، ولا تقتصر الجلسه على متابعه المباراه فقط، بل يشارك الجميع في روايه قصصهم وذكرياتهم، إضافة لحديثهم عن مجريات كل يوم. نحن كشباب هم نجتمع كل يوم بعد صلاة التراويح، نصلي التراويح، نحاول ننسق بين التراويح مشان نجي نتفرج على بطولة أمم أوروبا. هون بيجوا الشباب كل يوم نسهر هون، يعني نجي كل يوم شباب بيجوا لعنا ضيوف من برات البلد، بيجوا من عنا من عربية من سابا، كل يوم يعني نجي نجتمع هون نتفرج على بطولة أمم أوروبا. بالرغم من دخول الغوطة عامها الرابعة في الحصار، إلا أن أجواء رمضان بقيت كما كانت في السابق، فشهر رمضان له بهجة كبيرة تدخل إلى كل منزل من منازل أهالي الغوطة الذين يتمنون أن يستقبلوا شهر رمضان القادم في سوريا الحرة. بعد يوم صيام شاق وبعد انتهاء أهالي الغوطة الشرقية من تأدية صلاة التراويح، يبدأ الأهالي بالتوجه إلى الأسواق التجارية، بينما يفضل البعض الآخر الاجتماع مع الأهل والأقارب، فالحرب والحصار وقذائف النظام لن تمنع أهالي الغوطة الشرقية من ممارسة عاداتهم وتقاليدهم في الشهر الكريم على حد وصفهم. يمان السيد، أورينت نيوز، ريف دمشق.